عزيز عمره 11 سنة. اليوم صادفني موقف يعني ما زال شد للطيور، التاريخ 12/5/2018. يعني لقيت عبودك هناك، طبعا كأي واحد من المتابعين راح يروح يصور معاك يحبه له. رحت أصور معاه، قلت له السلام عليكم عبودك عادي أصور معاك، قال لي أذلف روح ول عني. يعني وربعة قاموا يضحكون علي، هذا شيء نرفز وناس بعد، يعني ما رضيت إن دمعتي تنزل قدام، هذا يعني شيء نرفز. رحت بعيد حرام. شغل المايك عندي خلاص استلم عليه. عندك المايك تفضل. مهما كان صغير كبير، أنا أهم شيء الاحترام، صح ولا لا؟ صح. لما انا اكون قاعد امشي وانت وراي بسبعين خطوه وتصرخ تناديني تناديني تناديني، لا ما يصير. تعال عندي سلم وكلمني. الولد هذا ما اذكر منه، بس انا اذكر اني كنت بمكان ويا ليه عندي ومسك التليفون وطالعني وطالعته. مهما كان صغير لازم يعلمونك تقول لو سمحت ممكن السلام عليكم، ما تمسك تيشيرتي تسحبه من غير كلام، تمسك تيشيرتي وتسحبه انه بتصور. لا فاهمك، انا مو صوره. صحيح، انا اتكلم انسان يعني موضوع، معناته الموضوع حقيقي. انا توقعت انه مجزوز. انا لا انا كله مو شيء جديد هذا. ايه؟ ازف انا ترى. اوكي، انا ازف في الكلام. اوكي، لما يجي بس ما اضحك عليه مع ربعي، يمكن مع ربعي كبار انا واحد، لكن انا ازف في الكلام عاده حتى الصغار. اي في واحد ما يناديك لا مو هه، اكلمه وازفه. شفته يعني قال لي مو قصدي وكذي، صورت معه. لكن في بعض مكابر بعد فوق هذا، شو اسوي لك؟ شو اسوي لك؟ يلا قول بابا. هو طبعا برنامج ولا في النهايه.